مرحبا، يعطيكم العافية وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا اليوم جمال الصحة. نتكلم عن النوم وأهمية النوم، وهذا شيء مهم جدا جدا. كنا بعرف تأثير النوم على الجسد، وخاصة النوم الصحي والسليم. في ناس كتير بتنام في أوقات مختلفة وبتنام بأوقات متقطعة، وفي ناس بتنامش عدد ساعات معينة. نحكي اليوم بس عن بعض النصائح اللي تستفيدوا منها وإن شاء الله تناموا نوم صحيح. طبعا تأثير النوم على الصحة بشكل عام تأثير كبير، فالأكل له تأثير كبير، العادات اللي بنمارسها لها تأثير كبير، والنوم له تأثير كبير. عشان هيك أنا مفرد له حلقة كاملة شو الشغلات اللي لازم نتجنبها، شو الشغلات اللي لازم نسويها عشان ننام نوم مريح ومستريح، وفعلا نشعر بجسدنا إنه هذا النوم العميق والمريح هو اللي عم بعطينا الطاقة وبمدنا في يوم سعيد. أول شيء خلينا نتكلم عن بعض الشغلات اللي لازم نبتعد عنها. أول هاي الشغلات اللي هي شرب الكافيين. الكافيين موجود في القهوة، في الشاي، في المشروبات الغازية بشكل عام، وموجود أيضا في المنشطات، الغازات المنشطة أو المشروبات المنشطة مثل الريد بول وغيرها. موجود أيضا بالشوكولا بشكل كمية قليلة، ومشروبات الطاقة طبعا. وهذه الشغلات كلها بتزيد الكافيين وبالتالي بتأثر على نومنا. الشيء الثاني وهو المهم اللي هو الابتعاد عن النوم في الأماكن المضيئة. الإضاءة للأسف بتؤدي إلى مشاكل في النوم، فعشان هيك لازم نحاول نجد أماكن معتمة للنوم فيها. وهذا طبعا أنت جسديا راح ترتاح لما تنام في أماكن معتمة. هاي المشكلة مش بسيطة في بعض الأماكن مثل شمال الكرة الأرضية في القطب الشمالي، لما بيناموا الناس غاد بتغلبوا كتير في فصل الصيف لأنه الشمس ساطعة، ومهم إنه نعرف إنه كيف نغطي الشبابي. طبعا الأكل قبل النوم مضر مضر مضر، لأنه جسمك بيعمل عمليات أيض، وبالتالي بصير تركيز الدم بدل ما هو ركز على الريلاكسيشن تبعت المصل بتصير شغالة، وخاصة المعدة والأمعاء، وهذا بيأثر كتير على النوم العميق. السوائل، لا تشرب سوائل قبل النوم. احنا كنا بنعرف انه الماء مهم جدا للجسم، ولازم نشرب كميات كبيرة من الماء وخاصة خلال النهار، ولكن انا دايما بحكي قبل النوم اقل شيء بساعتين لازم تبتعد عن السوائل. شو اللي بيصير بالليل؟ بصير انك بتشرب سوائل كتير، وللأسف الشديد هذه السوائل بتصير تتحرك في الكلى وقد تيقظك في نصف الليل وتقطع نومك، وتضطر انك تروح على دورة المياه للتخلص من هاي السوائل. شرب هذه الكميات من السوائل مفيد للجسم بشكل عام، لانه احنا حكينا بدنا 3 لتر تقريبا، 2 ل 3 لتر من الماء يوميا، ولكن شربها قبل النوم ممكن يقطع العادات أو النوم الصحيح أو النوم العميق خلينا نحكي، ويؤدي إلى مشاكل مؤثرة. النوم في أماكن لا يوجد فيها ضجيج، يعني لا تحاول تنام في مثلا غرفة فيها تلفزيون، لا تحاول تنام في غرفة فيها مؤثرات صوتية مثلا موسيقى ضاجة، أماكن يعني ممكن يكون ضجيج عند جيرانك. هاي الأماكن كلها طبعا ممكن تؤثر على طريقة النوم. هذا المهم جدا إنك تبتعد عن هاي الأماكن. الهواتف الذكية، هذه الهواتف المحمولة، طبعا موضوع الإشاعات وموضوع هذا لسه في
كلام كثير انك تضعه تحت جنب راسك، ناس بقول لك اخرجه من الغرفه، انا بحكي حطه على الصامت. يعني اهم شيء تحطه على الصامت، لو حطيته جنبك هذا مشكله بطلت، لانه كل الناس بتحطها جنبها. فخلينا نكون واقعيين، حطه على الصامت عشان ما يصير ازعاج بالليل، تين 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 تين، وخاصه لما يكون واحد له اصحاب في دوله في فرق وقت تبدا الطنطنه بنص الليل. ممارسة الرياضة، لا تمارس الرياضة قبل النوم، أقل شيء 3 ساعات، لأنه جسمك لازم يرتاح، العضلات لازم ترتاح. هاي الشغلات كلها قد تؤدي إلى تأثير على النوم. الجلوس أمام الحاسب الآلي وأمام الشاشات الإلكترونية آيباد أو التلفون، كلها بتصدر قبل النوم، بتصدر هذه طبعاً بشكل عام ضوء اصطناعي، هذا الضوء بيأثر على العينين وبالتالي بيأثر على الجهاز العصبي، وهذا الضوء الأزرق المنبعث حكوا في دراسات كثيرة عليه أنه بيأثر، في بعض الدراسات حكت أنه لا فعليا ما بيأثر، عشان هيك مش مشكلة، ولكن معظم الدراسات بتحكي أنه بيأثر، فتجنب الموضوع هذا. النوم في وقت مبكر، قدر ما تستطيع أنك تنام مبكر أفضل وتصحى مبكر أفضل. ناس بتأجل نومها الآن لل 12 ولل 1، هذا مضر. الأفضل إنك تنام على 10 وتستيقظ على 5-6، بالعكس بيكون نهارك كامل وبتشعر إنك أنجزت في النهار، ووقتك بيكون ثمين وجسمك مرتاح، لأنه هذا الوقت الطبيعي للنوم. الآن في شغلة مهمة اللي هي الشاور. في ناس كتير بحبوا يأخذوا شاور قبل النوم، وهذا كويس لأنه بعمل خاصة اللي فيه درجة حرارة عالية، بخلي المسلز تعمل ريلاكس وبخلي الجسم يرتاح، فبتنام بكل سهولة. شرب الحليب، شرب الحليب قبل النوم مهم جدا أيضا للريلاكسيشن، بخفف من توتر الجهاز الهضمي وبحاول إنه يريح من خاصة الدافئ، الحليب الدافئ ممكن تشربه قبل نصف ساعة إلى ساعة من ذهابك إلى النوم. تناول وجبات أكل حكينا ممنوع منع مباشر حتى الخفيفة منها، لأنه هذا بيأثر على عمليات الأيض وبيزيد من خطر الإصابة بعسر الهضم، وأيضا ممكن يؤدي لكوابيس في الليل لا سمح الله. المشكلة اللي بعدها بدنا نحكي عنها الغضب. الغضب قبل النوم، خاصة الإنسان بكون جالس مثلا مع أولاده أو إشي، تبدأ الأرغومنتس في البيت، هذا أنا وإنت ومش عارف شو، هذا بيؤدي إلى إفراز هرمونات بتجعلك طبعا مستيقظ أكثر لفترة أطول. حاول إنك ما تغضب قبل النوم، وهذا الشيء طبعا ليس دائما بيدنا، ولكن أنا بحكي إذا أنت حاولت تطنش، حاولت إنه تخلي الحياة تستمر وتمشي، رح يكون في لها تأثير كبير، وطبعا يخفف من المشاكل على جسمك وعلى نفسك. هذا شيء مهم جدا. نصائح خلينا نحكي طبية لنوم مريح، خلينا نكون انه النوم من اهم المشاكل للناس، او بتسبب مشاكل النوم الغير مريح بسبب مشاكل، او النوم صحيح بسبب مشاكل صحية للأسف نحن نتجاهلها مع انها وخيمة جدا، مثلها مثل التخبيص في الاكل، كميات الاكل وانواع الاكل. الناس كتير بتركز على الاكل ولكن لا تركز على الكواليتي تبع النوم اللي هو النوم المريح. أول شيء المهم اللي هو ما تنام عليه، اللي بتنام عليه أنت هذا بتنام عليه ثلث عمرك، أنت حوالي 8 ساعات باليوم بتنايم، يعني ثلث اليوم نايم، وبالتالي ثلث عمرك أنت حاطه على فرشة ومخدة. يجب أن يكونوا مريحين لك، وأفضل أي شيء أن يكونوا صحيين ووضعهم جيد، يعني ما تستهين في وضع الفرشة والمخدة، تدفع مبلغ كويس، خاصة في نورث أمريكا أسعارهم غالية كتير، لكن لما أنت بتدفع مبلغ وعارف أنه هذا كواليتي جيد وفعلا مريح لك، فأنت ريحت جسمك وبالتالي أنت تفاديت كثير من المشاكل، خاصة مشاكل العمود الفقري وما يلي. طبعا درجات الحرارة في الغرفة اللي أنت نايم فيها لازم قل، بحيث أن جسمك يشعر في البرودة. عادة يقال أنه أفضل شيء تكون درجات الحرارة في الغرفة بين 18 و19 درجة، يعني عادة بيحكوا أنه 21 درجة في النهار المنزل و18-19 في الليل، وبالتالي جسمك
بصير يرتعش والعضلات بتخفف بت 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 بتستقر، وبالتالي انت نومك بكون مريح ومسترخي بوقت اطول جدا جدا. في هذه الحاله ما بفرز جسمك كميات او الحراره بتصير جيده. افضل وقت للنوم حكينا من الساعه 10 مساء للساعه 5 6 صباحا، هذا افضل وقت للنوم. كميه النوم 7 ساعات 8 ساعات جدا جدا مهمه يعني بشكل مريح. في ناس بيقولوا احنا بنقسط النوم بالنهار، هذا برضو ما عليه مشكله. في ناس بيقول لك انا بس بنام ساعتين بالنهار ساعتين بعدين بستيقظ، يعني الافضل انه نستمر في النوم انه يكون عندنا 7 8 ساعات مستمره، ولكن اذا قسطتها برضو مش مشكله. اللي ما بيناموا كويس شو بصير عندهم؟ بصير عندهم نقص انتباه اثناء النهار، بصير عندهم مشاكل كبيره، بصير عندهم صعوبه في التركيز، انخفاض الاداء الوظيفي، ممكن يؤدي الى الكآبه والدبريشن وحتى العصبيه الزايده، وايضا الى مشاكل صحيه كثيره لا عد لها، منها ارتفاع الضغط والاضطرابات العصبيه واضطرابات التغذيه. طبعا المتوسط زي ما حكينا عند الاطفال بيزيد عن عدد عن الرجال او الكبار السن، كل ما زاد العمر كل ما نقصت عدد ساعات النوم المطلوبه. يعني الاطفال الصغار بيحتاجوا الى 10 ل 12 13 14 ساعه، الصغار جدا ممكن يحتاجوا الى 15 و16 ساعه، كل ما زاد العمر بينقصوا. لما يصيروا تينيجرز، لما يصير المتوسط اللي هو بين 15 خلينا نحكي او 14 لحد 50 سنه او 55 سنه، 7 8 ساعات كافي. بعد ال 55 سنه بتقل عدد الساعات اللي محتاجها الانسان، لانه بقل العمل او البدء الجهد البدني، وبالتالي بيحتاج يمكن 5 6 ساعات في النهار، وهذا اللي بتشوفه دائما مع كبار السن. طبعا بعض النصائح دائما دائما تحتاج الى قيلوله اذا كنت متعب. اذا انت شعرت حالك بالتعب لا تكابر، لا تكابر، خذ القيلوله، وهذه طبعا خاصه اذا كانت وقت الظهيره. درجات الحراره حكينا انها كل ما كانت منخفضه كل ما كان جسمك افضل. يفضل عدم حكينا وجود اي اجهزه جنبك عشان ما تعمل لك الدستراكشن بالليل، ولا تعمل الاشعه اجين. الاشعه هاي صار الموضوع عليها كبير، ولكن الدستراكشن هذا شيء مهم. عدم استخدام أي أضواء أو أصوات في الغرفة، يجب أن تكون إضاءة معتمة جدا قدر الاستطاعة أو حتى غير موجودة. النوم خلال الليل أحسن من النوم في النهار، لأنه في هرمون الميلاتونين اللي يفرز في الجسم، وهذا بيساعد على النمو، وهذا في ذروته بكون في خلال الليل. فالأفضل إنه نستخدم هاي الذروة، خاصة أنا بحكي للأطفال والشباب يناموا في الليل، هذا مهم جدا جدا، لأنه هذا الهرمون لا يفرز إلا بالليل. قبل الذهاب إلى النوم يجب تنظيف الأسنان جيدا بالفرشاة والمعجون، عمل الخيط، وممكن تعمل شاور أو دش قبل النوم، هذا مهم جدا. الابتعاد عن أي منشطات قد تؤدي إلى السهر مثل الشاي والقهوة والكوكاكولا وغيرها من الشغلات والمشروبات الغازية والمشروبات اللي بتقوي الجهاز العصبي والأمور اللي زي هيك، المنشطات كلها ممنوعة بشكل عام. يجب أنك تحافظ على مواعيد معينة للنوم بحيث أنك تنام في وقت معين وجسمك يستيقظ في وقت معين، لن تحتاج إلى ألارم صدقني، بعد فترة بتصير تستيقظ غصب عنك في هذا الوقت. طبعا زي ما حكينا الفرشة لازم والمخدة لازم يكون مريحين، وقدر الاستطاع انه يكون في أورجانيكس بينهم، يعني يكون خاصة الوضع الرقبة يكون مناسب للنوم. في ناس بيسألوا كيف النوم يكون على اليمين على الشمال على الظهر؟ أفضل طريقة اللي هي إذا انت ما بتتقلب بالليل على الظهر، إذا بتتقلب ممكن على اليمين وعلى الشمال، ما تحاول تنام كتير على إيدك الشمال لأنه ممكن يؤدي إلى ضغط على إيدك اليمين، وهذه طبعا أهم الشغلات اللي لازم تسويها عشان تنام صحيح. الآن بدي أحكي كم شغلة صباحا بعد ما تستيقظ. أول ما تستيقظ لا تقوم من الفراش، بحكوا wake up و sit up. الwake up إنك أنت تفتح عينيك
وتخلي جسمك لسه في الفراش، ما تضغط عليه، ما تعطيه الشوك هذا العصبي العضلي بحيث انه يقوم ويذهب الى غرفه الحمام او دوره المياه. اول شيء تقوم فيه انك تفتح عينيك، تحاول تحرك عضلاتك وانت في سريرك. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه طبعا فرش اسنانك صباحا وتشرب كميات كبيره من الماء، لا تحاول انك تفطر. شرب كميات كبيرة من الماء قد يكون أهم شيء في الصباح. ممكن تشرب مع ليمون، كل الشغلات اللي بيحكوا لك عنها سوي بدك إياها منها، بس شرب الماء مهم جدا على الصباح، ما يكون الماء بارد. ممكن تأخذ شاور دايركت، والأفضل شيء إنك تقوم وتعمل رياضة صباحية. الرياضة الصباحية سواء بالمشي أو غيرها، إنك تحاول تسوي بس حركات بسيطة بحيث إنه هاي الحركات تساعدك على فقد بعض السعرات الحرارية اللي انت جسمك لسه بده اياها ما اخذها، وبالتالي انت راح تفقد دهون، وهذا شيء مهم جدا جدا. مشي، امشي الصبح نص ساعة وبعدين ارجع خذ شاور وكمل يومك على الافطار وغيرها من العمل. هاي بعض الشغلات اللي انا حبيت اشارككم اياها اليوم. سريعا هاي الحلقة حتكون، ولكن مهمة جدا، لانه زي ما حكينا ان النوم جزء مهم جدا من حياتنا. نراكم في حلقة قادمة. سلام للجميع.